بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة
الجنه خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضاً إلا عافيته، ولا سائلاً إلا أجبته،
ولا حاجة إلا قضيتها وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد
واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا
فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن بآياتنا فهم مسلمون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الذي خلقكم ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعقلون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله